كانت أمي هي صانعة الأجيال والشجرة المثمرة التي نقطف منها جميعا بالرغم من إصابتها بالسرطان، لذلك فهي تستحق الحياة. هي ليست صديقة بل أعمق من ذلك بكثير، هي نصفي الآخر وسعادتي. بفضل الله وصحبتها أحيا، لذلك هي تستحق الحياة. زوجتي هي الوردة التي نقطف جميعا من رحيقها في المنزل، تلك الوردة بالرغم من إصابتها بالسرطان هي تستحق الحياة. زوجي هو شريك العمر والسند الذي يمنحني القوة للحياة، أدعو الله أن يطيل في عمره ليظل ظهري الذي لا ينحني، فهو يستحق الحياة. والدي هو العمود الذي نلجأ له جميعا لنستمد القوة منه وإن واجهه السرطان، لذلك هو يستحق الحياة. طفلي البالغ من العمر 13 عاما، حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم ماهر يمثل دولته عالميا، لذلك فهو يستحق الحياة.